السلام عليكم، تنتمنى تكونوا بألف خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. في هذا الفيديو نقدم لكم أسهل حلوى في العالم، لأنها تتحضر بمكونين فقط وهي صحية وبسيطة. سنحتاج إلى شوكولاتة سوداء وكذلك شوكولاتة بيضاء. أضع الشوكولاتة فوق حمام مريم حتى تذوب، ثم أضيف إليها القليل من الزبدة. كذلك يمكنك وضعها في ميكروويف على حسب الاختيار. أحرك جيدا الشوكولاتة مع الزبدة حتى تتمازج، لأن الزبدة تعطي لمعة للشوكولاتة. كذلك عندي فواكه جافة. بالنسبة للفواكه الجافة سيدتي يمكنك اختيار ما تريدين. عندي هنا أنا اخترت الأكاجو والفول السوداني أو الكاوكاو، وكذلك الجوز أو القرقاع. فيمكنك استعمال نوع واحد من الفواكه الجافة. أبدأ على بركة الله. بسم الله، أضع الفواكه الجافة في الشوكولاتة البيضاء وأمزج حتى تصبح متجانسة. بالنسبة للشوكولاتة السوداء، بما أنها فيها نسبة كبيرة من الكاكاو، أضفت إلى الفواكه الجافة القليل من الزبيب ثم أخلط جيدا حتى تتماجد جميع العناصر. وكذلك بالنسبة للشوكولاتة السوداء، فهذه الحلوى لذيذة جدا، يحبها الكبار والصغار، خصوصا الصغار يحبوها بواحد الشكل كبير. هنا وضعت أتنضع الخليط في أوراق الحلويات أو المكان الذي يحط فيه الحلويات، يوضع فيه الحلويات. كذلك أضع الشوكولاتة البيضاء. توضع هذه الحلوى في الثلاجة حتى تبرد لمدة ساعة، ساعتين، 3 ساعات على حسب المجمد الموجود في الثلاجة، ثم تصبح جاهزة في هذه السرعة. يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لأنه هذا ضروري، وخصوصا نحن في هذه الأيام الحارة، فهي تحتفظ في الثلاجة. وكذلك سيدتي، بالنسبة للفواكه الجافة يمكنك وضعها في الفرن حتى تصبح مقرمشة. فهذا هو سر لذة هذه الحلوى. تنتمنى تكونوا عجبتكم فكرة اليوم وتجربوا هذه الحلوى، لأن ما أتخذش منكم وقت كبير، وكذلك تجي بشكل راقي وجميل جدا. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتدعموني إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وفي صحة جيدة. مع السلامة.